مرحبا. يستضيف مهرجان قلاويز في يوبيل الفضي الشاعر العراقي الكبير الأستاذ موفق محمد، الذي أيضا هو ضيف شبكة روداو عربية. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا حبيبي أستاذ، شكرا جزيلا. أستاذ، أنت شاعر كبير، هل تعتقد ثم التقارب بين الشعر الكردي والشعر العراقي العربي؟ هو يعني تقريبا نفس المنشأ يعني، بس حاجز اللغة يعني. الشاعر العربي يعني قراءاته نادرة للشعر الكردي، لكن الشاعر الكردي يقرأ للشعر العربي قراءة جيدة. بعدين أكو ظاهرة غريبة في الشعر الكردي، يعني مرمي بأحضان الطبيعة، لأن هي الطبيعة جميلة هنا. هناك الشاعر ماكو، عنده صحراء العربي، فتقارب بالنسبة للرؤى تكاد أن تكون متشابهة، لأن هو الموقف واحد يعني. دائما ثمة السلطات جائرة، وكو الشعر يرفض هذا الظلم والظلم والطغيان، والمصائب تساوت هنا وهناك، عند الجانبين يعني. ربما في البداية في البدء كانت المصائب في الشعر الكردي أكبر، بس هسه تساوت يعني، لأن هم المصائب هناك صارت كلش كثيرة. فأنا من أقرب المرات أقرأ كردي، طبعا مترجم، أشوف أكو من تقارب في هذا الاتجاه يعني، رفض الظلم، رفض الدكتاتوريات، رفض هذا الطغيان، ولو هو نادر، لأن بصراحة بشكل عام الشعراء ما يتقربون من هاي المنطقة. يقول لك أنا أريد السلام، خلنا نجيب نفسي، شو اللي بهاي الطلابة؟ طبعا واحدة فد مسألة كلش، واحدة من أسباب هذا واقعنا المتخلف اللي دا نعيشه هي هروب الأدباء والشعراء من هذا، من الواقع وظلم الواقع. يعني المفروض كان يركزون عليها، المفروض القصائد تيجي كلها تتحدث عن هذه، عن هول هذه المصائب، بالأقل حتى يشوفون ردة فعلكم. مو يعني معناها كل شيء ما يكون الناس تتقبل هذا الحيف والظلم والجوع وإلى آخره من الحرمانات التي لا تعد ولا تحصى. هل تعتقد إذن يعني الشاعر أو المبدع العربي بصورة خاصة يعني متخلي عن دوره في عرض أو في استعراض والله ما يتعرض للمجتمع؟ يعني أستاذ، هسه من تقرأ قصيدة الآن يكاد يكون زمنها عايم، ما تعرفها مكتوبة قبل 40 سنة هسه لو بعد، لأن ما لها مساس في الواقع يعني، كأنه الشعر في عالم آخر، في مجرة أخرى عالم. ولهذا تشوف الشعراء اللي يتناولون هاي الظواهر الخطيرة والتي تؤدي إلى أحيانا إلى الاعتقال وإلى الموت، ولا قليلين جدا يعني. نسمع واحدة من قصائدك اللي عندي. قصيدة أحبها اسمها حادث إرهابي. ترك لنا 90 قتيلا ومئات من الجرحى، أكثرهم في حالات حرجة، وقطع غيار بشرية تومض هنا وهناك، للشهداء الجنة وللجرح الشفاء العاجل، وصل دعائك يا بطل. فالشهداء الآن يرقصون مع الحور العين في جنات يجري تحتها الدولار والتيزاب. الدولار للمسؤول الذي لا ينترس أبدا، والتيزاب للشهيد خوف أن يطلب بعضا من حقوقه. أما الجرحى فهم يقفزون من تنور إلى تنور للفوز بعرصة الشبر، والأربعة أصابع طافوا طيط العالم طيط، قنبلة لا أحد يعرف لحظتها وزع طيط. يا سلام. حكيت عن موضوع اللغة، حضرتك تمزج بين الشعر الفصيح وأيضا تكتب شعر شعبي، هل تعتقد اللغة الكردية هناك شعر شعبي لو اللغة الكردية فصيح كله؟ ما أدي طلع على هاي الجانب، بس هي ماكو مكان يعني لغة بالعالم ماكو قصائد تكتب باللغة الفصيحة واللغة المحكية. أعتقد هذا موجود في كل لغات العالم،
لأن الشعر الشعبي ما ممكن أن يستغنى عنه الإنسان في أي مكان بالعالم، يكاد يكون هو القريب للوجدان. وهسه شو إحنا هسه من نقرأ قصيدة شعبية تحسها بدمك قريبة للغتك هاي، بينما من تسمع قصيدة بالفصيح أول مرة شبه عزلة تصير بينك وبينها إلى أن تتعودها يعني. طب نسمع من نتاجك الشعر الشعبي. أنا أمزج هاي طبعا مرات المفردة تحس هاي ما يعوضها أي شيء آخر. في المقبرة والقصيدة قصيرة اسمها كلاب سائبة، في المقبرة ناديت يا ولدي فلم أسمع جوابا وأنا لا أعرف حرفا من صمت الموتى، في المرة الثانية ناديت صرخت بكل ما أوتيت من قوة يا ولداه ويا كبداه ويا مولاه، فتزحزح قبر يلهث بلسان الإفعى، عودوا إلى قراكم وابحثوا عن أولادكم في بطون الكلاب السائبة، يضحكون وإحنا تراب حنطة، يضحكون وإحنا نموت صمتة، طير ولدي والموت قطة، كون بعمى وتاكلني قرطة، ولا شوف هذا الوطن جنطة. يا سلام يا سلام. حضرتك عندك غالبية من جمهورك من الشباب. ها؟ غالبية جمهورك من الشباب. وهي طبعا أنا أقول لازم تدرس لأن ظاهرة غريبة يعني، شباب بالعراق كله وبالوطن العربي، لأن هم يحسون هذا الديعانو موجود هنا ولا ما جاي اعتباطا. ولأول مرة في تاريخ الشعرية العراقية أكو شباب يحفظون قصائد، أتفاجئ يحفظون قصائد وأسألهم من يقروا لياهن القصائد اللي تمسهم واللي ترفض هذا الواقع اللي هم رافضيه اصلا وحافظيه على ظهر قلب. وفجأة اشهر القصائد اللي حافظيها اللي رددت في في ثورة تشرين هذه كلش مال كل ما ارجوه من السادة المشيعين السائرين بي الى مقبرة السلام قريبا من قبر ابي، ان يرسموا في شاهدتي نايا يصدحوا وقنينة خمر تضيء لي الطريقة، وأن يغادروا قبري قبل أن يبدأ الملقنون، فلا وقت لدي في الليلة الأولى، سأزور الشهداء القديسين وأراهم يفركون راحاتهم ندما، فقد قتلوا من أجل أن يتربع شعيط ومعيط على صدورنا بسياراتهم الرباعية الدفع وبأنواتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأقول لهم طبتم موتا فما زال أطفالكم يشحذون في الإشارات الضوئية، ونساؤكم يتقوسن بين التقاعد والعقاري، وأمهاتكم في آخر صيحات الموت تلال من العباءات السود تطير نائحة إلى السماء. يا سلام. صور شعرية. كلش من غير القصائد الأخرى. ومرات يختارون مقاطع أنا أتفاجئ بها يعني داخل النص الواحد، هم قراء يبدو قراء اذكياء يعني، وطبعا في الوقت نفسه تتمنى ان يزيدون ذوله، لان ذوله يشكلون هاي الوعي الجديد، الوعي اللي تريد الان الشاب العراقي يتميز به يعني. وبالنسبه اعتبرها شيء مفرح كبير يعني كبير يعني. طبعا يعني قصائدك ايضا اسهمت في الهاب او في تحفيز جمهور وشباب تشرين وشباب مبارات حتى اليوم. أستاذ موفق محمد الشاعر المعروف، شكرا لك. شكرا. ونتمنى أن أنا سعيد جدا بصراحة هذا اللقاء على بساطة، بس هو لقاء ثورة كبير، وأيضا ويا حضرتك يعني فممنون أنا. أشكرك جدا. شكرا. ونشكرك في شبكة رداو عربية ونتمنى نلتقي قريبا. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم، ولنا لقاءات قادمة.